بالنسبة للقضية تبدل فيا من بعد الشهرة، على ما كنظن أنا ما تبدل فيا والو، يعني مازال كيما كنت، مازال ذاك الإنسان البسيط، وراكو شفتو ربما البارح كيفاش كيتعاملوا معايا الناس. يعني أنا ما تبدل فيا حتى شي حاجة تقريبا، أنا ما تعمل الشهرة كتبدل شي حوايج اللي ربما كتكون في بلايص أخرين تقدر تبدل فيك شي حاجة، تما أنا بالنسبة بدات للشخصية ما كيتبدلوا أنا في الشخصية ديالك، أنا مازال الشخصية كيما كانت هي هي. بالنسبة هذيك راه حاجة طبيعية نورمالمون، يعني لا ما كنتش من قبل ما تشر ما كنتش انا كنعرف شي فنانين هكذا، يعني كنعرف غير الفنانين تاع المحليين ديال المنطقة ديالنا، ودابا الحمد لله كنعرف كاع اغلب كنعرف بزاف فنانين يعني المغاربة ديالنا الحمد لله. وبالنسبة للفنانين الشعبيين كنعرف بزاف، يعني خلينا نبقى نحكي لك عبد الله الداودي، سعيد السماجي، ستاتي عبد العزيز، يعني كاع المهم كاع الاباطرة ديال الاغنية الشعبية تقريبا. شي فكر عليه دابا حيت الا بغيتي دير ديو كتعرف بان كاين بزاف فنانين المغاربه وكلهم الصراحه كلهم في المستوى، وغتلقى صعيب باش تعرف تختار شو تختار. قضيت هذه المواقع التواصل الاجتماعي، انا راه حيت كنحط عيل تصويره، عيل تصويره انا كنحط عيل تصويره راه كيشوفها المغرب كامل، يعني الا جيت نشوف انا راه كاين بالنسبه لك شي المواقع التواصل الاجتماعي انا ما كنرى عندي حضور كبير. هذا انت كتشوف هنا حتى ابسط حاجه نقدر نحطها كتكون في السوشيال ميديا، يعني وانا ماشي من دوك اللي خصني ندير شي ندير واحد ندير شي حاجه كيف ما بغات تكون غير باش نبان في السوشيال ميديا، ولا باش انا بغيت نحط شي اللي بغيت اللي تكون عندها شي يكون عندها قيمه، ماشي ندير واحد ندير شي صداع ولا ندير شي حاجه اللي فيها مشكل كيف ما بغا يكون باش نجلب الانتباه ديال الاخرين. بالنسبه للاغاني الوطنيه عندنا مشاريع على اغاني وطنيه، وعندنا على اغاني ديال الجهه ديالنا تاع درعا تاع فيلالت، وكاين شي اغاني عاوتاني اللي ربما اغاني اجتماعيه اللي كتعالج المشاكل اللي كنعيشوا فيها حنا، اللي كيعيش فيها المجتمع ديالنا المجتمع المغربي، وكاين واحد الاغاني عاطفيه ان شاء الله ان شاء الله. غير حنا الا ما كنظن غادي نسبقوا الاغنيه ديال المجتمع اللي كان خصنا نعالجوا داك الشيء القضايا اللي كنعيشوا فيهم حنا واللي كيعيشوا فيهم المجتمع ديالنا، عاد من بعد ديك الساعه ان شاء الله نشوفوا الاغنيه الوطنيه والاغنيه العاطفيه. بالنسبه شوف هو واحد القضيه، هو الا عطاك الله شي حاجه راه كامله، اجي نقول لك واحد القضيه، كاين الناس كلشي محقر مواطن عادي وكيهز التصويره ولا عيو كيشري لبسه جديده وكيتصور بها ويحطها في الانستغرام ولا يحطها في، راه حتى الفنانه هكذاك ما غاديش نقدروا نقولوا حنا راه كيتباع علي، واه نقول لك انا كثرت باع عليك الا واحد كيهز الفلوس ويبقى يلوحهم قدامه وكيبقى يلوح الفلوس هكذا، هذاك نقولوا يقدر كيتباع، اما واحد اللي كيلبس ولا شرا طوموبيل ولا شي حاجه هذاك الشيء كتبقى حياته الشخصيه، يعني راه انسان بسيط الا شرا غير السبرديله ولا شرا غير الجاكيطه زوينه راه كيتصور بها وغادي يحطها في الانستغرام تاعو، يعني عادي ما كاينش الفرق. كنشكروا كاع المغاربه ديالنا، وكنشكروا كاع الجمهور ديالنا، وكنشكروكم انتما بالضوء ديالكم ديال هبه بريس، وكنتمنى نكون عند حسن الظن للجميع ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي، ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.